سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. في لحظة سحرية ما قد يتوهم الكاتب امتلاكه بعد قدرة الآلهة التي لا تتاح لحاكم في بلاد يسوسها بالحديد والنار، فينفخ المؤلف الممتلئ زهوا من روحه في شخصيات روايته الراحلين، مبتدعا إياهم من القبور وغياه بالنسيان، ويصافحهم ويصافحونه بحرارة، ويتبادلون الابتسامة المنطلقة بسرعة الضوء عبر الأزملة، إلى أن يفيق الجميع على الفاجعة حيث تتحطم الفانتازيا كقارب هجرة غير شرعي على صخرة الحقيقة والكوابيس المريرة. ويواصل المؤلف وأبطاله مسرحية الغرق المأساوية من النقطة ذاتها التي توقفت عندها. إن الفرق بين المؤلف والآلهة هنا أن الواقع الراهن الذي نعيشه لا تغيره الشخصيات الدرامية التي يستدعيها المؤلف، وإنما هو مرهون دائما بإرادة البشر الحقيقيين الذين تصرف الآلهة مقاديرهم. فهو إن كان واقعا متعفنا أو ميتا فسيبقى كذلك ما لم تتوافق سواعد الآدميين وأيدي الآلهة على بديل أفضل يليق بالإنسانية. أما الأبطال العاديون من الحلم المستحيل أو الوهم المجاني فهم أشباح جاءوا لتعرية الواقع وفضحه لا لتغييره، قبل أن يختفوا سريعا كلمح البصر. في روايته الجديدة سايكلوب دار ماسكلياني تونس 2019، يواصل الكاتب إبراهيم عبد المجيد مغامراته المتمردة أسلوبيا وبنائيا ومضمونيا على أنساق السرد المألوفة بقدر ثورتها على الأوضاع الكائنة المستقرة في المجتمع المصري الحالي، ذلك المجتمع الذي يراه المؤلف من خلال قناع بطل الرواية الكاتب سامح عبد الخالق، كيانا هشا خاربا تعشعش فيه الإخفاقات على كافة الأصعدة، خصوصا السياسية في أعقاب فشل ثورة 25 من يناير 2011 في تحقيق أهدافها السياسية، عيش حرية عدالة اجتماعية. ويصف الراوي ذلك صراحة بقوله: أطاحت الثورة حاكما استمر قابعا 30 عاما على كرسي حكم لا يستحقه أبدا، لكنها في النهاية انهزمت. وبغض النظر عن ملابسات نشر رواية سايكلوب، فإن لجوء مؤلف بوزن عبد المجيد إلى إطلاق عمل جديد خارج مصر هو أمر لا يخلو من دلالة تعذر إصداره في مصر بسبب تحرش الناشرين في أغلب الأحوال من تمرير أفكار انتقادية جريئة كهذه التي تنطوي عليها الرواية. كذلك فإن اختيار المؤلف للقبلة التونسية لها دلالة موازية يعكسها انحيازه الذاتي وانحياز شخصياته في الرواية لتجربة تونس في التحرر والليبرالية على نحو يبدو هو الأنضج نسبيا في تجارب دول الربيع العربي الخائبة: ليبيا، مصر، اليمن، سوريا، والتي تلامس الرواية بقوة نتائجها المحبطة للأمال. منذ صفحة التمهيد قبل السطر الأول في تجربة رواية سايكلو إلى الكلمة الأخيرة في الصفحة رقم 343 تتخذ الرواية خطا تجريبيا على كافة المستويات. فبطل الرواية سامح عبد الخالق هو مؤلفها الضمني في الوقت نفسه، وهو خالق شخصيتها، ومن خلال استعراض سيرته الدالية والأدبية وعناوين أعماله وأسماء شخصياته المعروفة يتجلى بما لا يدع مجالا للشك
أنه إبراهيم عبد المجيد ذاته الذي أراد قناعا فنيا لوجهه، لكنه قناع لا يراد به التنكر والإخفاء، وإنما الإسقاط الرمزي البسيط. في كلمته التمهيدية يشير عبد المجيد إلى هذا التماهي التام بينه وبين المؤلف المستعار بطل روايته العجائبية التي تتماس مع مسرح الوهم وتتلعب بالأزمنة والأمكنة وتحشد في بوتقة واحدة، الواقع المعيش والتاريخ الموثق والمعرف الثقافي والحقيقي الملموس والافتراض التكنولوجي والأسطور الحلمي، حيث يقول في توطئة فكاهية تسبق الرواية الزاخمة: لم أكتب هذه الرواية، إنما كتبها شخص وثق في أنني لن أنسبها إلى نفسي، وها أنا أثبت صحة ثقته، ولكن أرجو أن يعذرني لأنني لم أكتب اسمه في الغلاف. يترجم عبد الحميد عبر ذلك المؤلف سامح عبد الخالق رغبات لطالما باح بها من قبل في مجالسه وكتبه وأحاديثه الصحفية، وهي أشواق الكاتب إلى إحياء أبطاله وشخصياته الروائية ليكونوا بشرا من لحم ودم يعينون المشهد الحياتي الآني ويواجهون ما يجري على الأرض حاليا من أحداث من دون أن يتأثروا بحركة الزمن، أي أنهم يطلون كما هم في شرفة الحاضر من نافذة الماضي التي يسقطون منها مباشرة إلى عالمنا بهيئاتهم وعقلياتهم ومعارفهم التقليدية. عبر هذه التقنية استعاد المؤلف مجموعة من الشخصيات الورقية التي كتبها في سبعينيات القرن الماضي، على رأسها بطلة الشاب سعيد صابر الذي يلعب دور الراوي والشاهد على العصرين القديم والجديد، والمشاركة في الوقائع والحوارات والدراما المتنامية مع شخصيات أخرى نسائية وذكورية يستعيدها المؤلف الضمني بالأسلوب التخييلي ذاته، إذ يحضر على التو كل من يفكر فيه من أبطال روايته. أفسحت الرواية وآلياتها الفكرة المبتكرة ومفاجآت ومساحات للإدهاش والطرفة لا حصر لها من خلال عقد المقارنات المتغيرة بين الماضي وما فيه والحاضر وما يتضمنه، وفق ميزان تقييمي ثابت: الشخصيات المستدعاة كما هي، لينتصر المؤلف على طول الخط لما كان، مستبعدا الناجاة من أهوال الدوامات الماحقة في هذه الأيام التي لم تشهد مصر والعالم العربي أسوأ منها، وتشترك معها دول عربية كثيرة في هذا الظلام. كلنا في الهم شرق، ومع تتالي الصدمات والضربات القاضية التي يتلقاها الراوي جراء اطلاعه على أحوال البلاد والعباء، يصل إلى ذروة قنوطه من إمكانية الإصلاح وتجاوز العثرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفاشية السلطوية والدينية والتيارات الظلامية وغيرها من المعوقات والإكراهات، وتصل الأحداث إلى ذروة التشخيص الرمزي في نهاية الرواية، إذ يظهر سايكلوب المسخ العملاق المفترس ذو العين الواحدة آكل البشر وفق الميثولوجيا الإغريقية، ليهاجم الشباب المقدمين على الهجرة الغير شرعية إلى إيطاليا هربا من القهر والفقر والعجز والكبت والأزمة المتجدرة. وعندئذ يستشعر الراوي أنها النهاية لحياة لم تكن سوى حصار، فيعود إلى العدم بمحض اختياره، تحولت اللعبة إلى مأساة كاملة. في لحظات جعلت من الأسطورة حقيقة يا سعيد، لكن ما ذنب بشر لا تعرفهم كل همهم أن يتركوا هذه البلاد؟ ما رأيته في حياتك
لا يمكن أن يكون مبررا للفتك بالجميع. ورسمت الرواية عبر شخوصها وشخصياتها وأحداثها صورة الشبح الضاري سايكلو، الذي يعيد قتلا ودمارا وتشريدا وفسادا في كل مكان. فهو ليس فقط سايكلوب الهائج في البر والبحر والذي رآه الراوي في السينما وهو يأكل الناس، لكن الرعب المزروع في الأفئدة والأرواح واللعنة التي حاقت على المصريين وفي العالم العربي. في مصر الآن من يفجر السيارات بين الناس والأشياء، ومن يحمل في وسطه حزاما ناسفا يفجر به نفسه وسط الناس، هؤلاء هم الإرهابيون. رصدت شخصيات الرواية المستدعاة من الماضي عبر معايناتها اليومية ونقاشاتها وحواراتها الكثير من كوارث الواقع الحالي وهزائمه وانكساراته وملامح انحداره على الضمور والموت، من ذلك الطبقية والبطالة والغلاء الفاحش واستثراء الفساد وتدني الذوق العام وتراجع الفنون والآداب وسطحية الشباب واغترابهم وعزلتهم وتقليلهم الأعمى للوافد الغربي في الملبس والمأكل والعادة وسيطرة الشكلانية على الجوهر فيما يخص الدين والأخلاق والسلوكيات وتقلص الحريات الشخصية والعامة والانفصام عن حركة الحياة بل غرق في الإدمان والواقع الافتراضي والسوشيال ميديا وغيرها. تقصت الرواية تفاصيل الثورات العربية وعلى رأسها ثورة يناير بمصر، متتبعة أسباب إخفاقها بسبب نقص الخبرات وتدخل التيارات الدينية التي أفسدت النقاء الدوري، وترصدت الأحداث سيطرة جماعات العنف على المشهد وتنامي التطرف والإرهاب وطيور الظلام، وكيف آلت الأوضاع إلى انسحاق التيارات المدنية وغياب الأحزاب والكيانات الفاعلة في ذلك النزاع المتأجج بين الإسلام السياسي والسلطة العسكرية التي استردت مقاليد الأمور. اتسمت المعالجة الروائية بالرشاقة والذكاء في المز بين الحقيقة والخيال، وشحن الكاتب عمله بتفاصيل حياته الخاصة وأسراره الشخصية وعلاقاته الحميمية خصوصا النسائية من خلال بوح المؤلف الضمني سامح عبد الخالق واعترافاته وفضفضاته مع أبطال روايته. واكتسبت الشخصيات وهجا إضافيا مبعثه صفاته الشبحية وقدراته الاستثنائية في المراوغة والتخفي والطيران وما إلى ذلك، بما منح القراءة متعة وتشويقا وجاذبية وإثارة، وحول الأحداث إلى مغامرات تحتبس فيها الأنفاس. سلام الله عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.